بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذه هي المحاضرة الأخيرة في مادة العقيدة. هذه المحاضرة تستوعب المبحث الخامس كله، اللي هو اليوم الآخر وما فيه. باختصار شديد، ما الذي يكون في اليوم الآخر؟ الموقف الذي حدثتكم عن جانب منه في المحاضرة السابقة، الشفاعة، الحساب، الثواب، العقاب، ومشاهد أخرى ذكرها المؤلف في هذا الكتاب الذي بين أيديكم والذي ندرسه المقرر من خلاله. أنا ذكرت لكم الموقف هو انتظار الناس فصل القضاء، وقلت لكم هذا الموقف الناس فيه مراتب، كما أن الحشرة الناس فيه مراتب، منهم الذي يحشر راكبا والذي يحشر ماشيا والذي يحشر على وجهه. هنا أيضا في الموقف الناس مراتب، لكن الكل المؤمن وغير المؤمن يشعر بألم الانتظار، لأن الإنسان لا ينتظر في هذا الموقف ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين. هناك رأيان في مدة الانتظار، رأي يقول الموقف 300 سنة، 300 سنة، 300 عام، وهناك رأي يقول أكثر من ذلك بكثير، قالوا الموقف يكون 50,000 سنة. مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بكم إذا جمعكم الله كما تجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم أو لا ينظر الله إليكم؟ يعني يجمعكم الله في هذا الموقف كما تجمع أنت النبل الذي تستخدمه في الحرب وغيره. زمان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمون النبل، فالكنانة أي الوعاء الذي يجمع النبل الذي يوضع في السهم هكذا. 50,000 سنة لا ينظر الله إليكم، لم يفصل بعد. إذن طول المكس من علامات هذا اليوم، علامات الموقف العظيم، لكن هذا الطول يختلف باختلاف الناس. فمن الممكن أن يكون 300 سنة لمن قلت أعماله السيئة، و50,000 سنة للكافر مثلا، بل يكون شيئا غير محزن للمؤمن، لأن الله قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فهؤلاء لا يضرهم هذا الموقف، والله قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل الناس. في بعض الناس يلجمهم العرق إلجاما، يعني طول المكس مع العرق الذي يلجم الناس
ليس هذا فقط، بل سؤال الملائكة لهم، سؤال الملائكة للعباد عن أعمالهم وعن تفريطهم فيها، لأن الله قال وقفوهم إنهم مسؤولون. تخيل أنت هذه الصورة، موقف عظيم، مكث طويل، مدة طويلة، العرق يلجم الناس، الملائكة تسأل الناس عن تفريطهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، وأنت لا تستطيع أن تنكر الإجابة إذا كانت إجابة سيئة. لماذا؟ لأنك أنت ستشهد على نفسك، ستشهد عليك يدك، ويشهد عليك لسانك، ويشهد عليك وتشهد عليك رجلك، ويشهد عليك سمعك وبصرك، ويشهد عليك جلدك، وتشهد عليك الأرض، ويشهد عليك الليل، ويشهد عليك النهار. يعني ما فيش مفر من أن تقول الحق. لسانك يتختم عليه، وهتلاقي الأرجل والأيدي والسمع والبصر والجلد والأرض والليل والنهار، وفوق كل ده الحفظ الكرام الذين كانوا يحفظونك في حياتك الدنيا ويعرفون ما تفعل. وذلك يقول الله تعالى يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هل هذا فقط؟ لا، لو أرادوا أن ينظروا إلى شيء يريحهم من ألم الانتظار ومن الغرق في العرق ومن سؤال الملائكة ومن شهادة أعضائهم عليهم بأعمالهم وتفريطهم، فإذا بأعينهم لا ترى إلا النار. هذه هي الرؤية، رؤية جهنم. أنت لن ترى البحر ولن ترى الهواء الطلق ولن ترى راحة. أقول هذا للمقصر، أما الذي وعى وأدرك أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع فلا قيمة له، وأنها مزرعة لآخرته واستثمرها لذلك، فهذا لا يحزن أبدا. رؤية جهنم، الناس في الموقف يرونها، لأن الله قال وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت يعني ظهرت ظهورا لا خفاء فيه، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لم يقل وبرزت ولكن قال وبرزت الجحيم لمن يرى. وهل هناك أسوأ حالا من الحال التي يكون عليها المنتظرون وهم حفاة عراة؟ إنهم يحشرون حفاة عراة، في هذا اليوم محدش يفكر في غرائز، ولا فلان هذه عارية ولا فلان عار. هذا يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا الموقف الذي أوردت لكم ما يدور فيه،
من مكس طويل وعرق وحساب الملائكة وشهادة الأعضاء ومن رؤية الجحيم، يتطلع الناس إلى من يشفع لهم، إلى أن ينفض هذا الموقف، فيذهبون إلى أنبيائهم وإلى خلصائهم وإلى أوليائهم، فلا يجيبهم أحد، كل واحد يقول نفسي نفسي، فلا يجدون إلا سيد الخلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويمن الله عليه بكلمات يقولها صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهو الشافع المشفع، الشافع أي الذي يطلب الخير من الله للغير لا لنفسه، ومشفع أي مقبول الشفاعة. من الممكن أن تشفع لأحد من أقربائك لكن شفاعتك مردودة عليك، اللي انت بتشفع عنده مش هيقبل شفاعتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله اشفع تشفع، فهو الشافع المشفع أي الذي هو الوحيد الذي يطلب الخير للغير، والكل مهموم بنفسه مشغول بنفسه، حتى إن المرء يفر من كل أحد إلا أنه مشغول بنفسه، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشغول بأمته. هذه الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن له الله بها، يعني المسألة ليست ملكا للشافع أو للشفيع، وإنما هو لمن يأذن له الله. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وفي أخرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والله نفسه جل وعلا يشفع لعباده عند ذاته جل وعلا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ إذن فالشفاعة لله جميعا. الشفاعة العظمى تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وراء النبي شفعاء آخرون، سائر الأنبياء يشفعون، والملائكة والصحابة والشهداء والأولياء والعلماء العاملون، هؤلاء كلهم لهم شفاعات، لكن الشفاعة العظمى لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي التي تخلى عنها كل الناس حتى الأنبياء إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى هي الشفاعة في فصل القضاء في الموقف العظيم الذي حدثتكم عنه، لأنه عندما يشتد الهول بالناس في هذا الموقف، وكما حدثتكم عن أحداثه وعن مرائيه ومشاهده، الناس يلجؤون إلى أنبيائهم فلا يجدون إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الشفاعة، الشفاعة العظمى. نوع ثاني، الشفاعة في إدخال قوم من الجنة بغير حساب، يعني يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوام من المسلمين
يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهؤلاء ليسوا بالقليل. وهذه الشفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع أحد من الأنبياء أن يشفع لأحد من أمته هو بهذه الشفاعة، بأنه يشفع في أناس يدخلون الجنة بغير حساب. هناك نوع من الشفاعة في زيادة الدرجات. هذه الأنواع الثلاثة كل الناس، كل المسلمين، كل العلماء عليها الإجماع، ما حدش اختلف فيها. كل العلماء أقروا بالشفاعة العظمى، وأقروا بالشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، وأقروا بالشفاعة التي هي زيادة في درجات المؤمنين، إنما اختلفوا في نوعين من الشفاعات. النوع الأول الشفاعة في إخراج الموحدين من النار. النوع الثاني الشفاعة في عدم دخول النار لمن استحقوا دخولها. اختلفوا في أن الذي يدخل النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تكون له شفاعة أو تكون له شفاعة، اختلفوا في هذا. أما أهل السنة فيرون أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر من الأمة، الذي مات وارتكب كبيرة ولم يتب منها، فحاله في الآخرة أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو عذبه. فإذا ما عذبه في النار فإنه يعذب بقدر ذنبه، ثم يخرج من النار إلى الجنة بإذن الله. هذا الصنف من الناس الذين دخلوا النار بأعمالهم التي لم يتوبوا عنها أو بكبائرهم، يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار. ولذلك قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو أنه يشفع لهم فلا يدخلون النار أصلا من البداية، هكذا لا يدخلون النار. وهذا أمر نحن نتشوف إليه ونتطلع إليه، أن ننال شفاعة المشفع صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الشفاعة يأتي الحساب. بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، لا أقول كل الشفاعات، ولكن الشفاعة العظمى الشفاعة الأولى اللي هو الشفاعة في الموقف العظيم. بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لإنهاء الموقف الذي يشتد أمره على الناس، يبدأ الحساب ليعرف كل فرد نتيجة عمله في الدنيا ويجازى على عمله هذا. الحساب هو توقيف العباد على أعمالهم بكيفية يعلمها الله عز وجل. يقول له تعالى شوف أعمالك ونحاسبك على أعمالك. والإيمان بالحساب واجب، ومنكره كافر. والدليل على ذلك قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والإجماع أيضا، فقد أجمع المسلمون على وجوب حساب الخلائق يوم القيامة. لمن يكون الحساب؟
يكون الحساب لجميع المكلفين من إنس وجن مؤمنين وكافرين إلا من وردت السنة بدخولهم الجنة بغير حساب تكريما لهم أو دخولهم النار بغير حساب إهانة وتبكيتا لهم، لأن هناك صنفا يدخل الجنة بغير حساب، وفي المقابل يوجد صنف آخر يدخل النار بغير حساب، والصنف الوسط هو الذي يدخل الجنة أو النار بحساب. كيفية الحساب هذه مسألة يعلمها الله عز وجل، لكن فيها اليسير وفيها العسير، وفيها السر وفيها الجهر، وفيها الحساب بالفضل وفيها الحساب بالعدل. كيفية المحاسبة العلماء لهم فيها آراء. الرأي الأول أن يوقف الله الناس بين يديه ويأتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وفيها حسناتهم، وهذا الكلام هذا رأي مرجوح عند العلماء. الإمام الرازي له رأي آخر، قال يخلق الله فيهم مقادير الثواب والعقاب على أعمالهم. هذه معنى الحساب. وهناك من قال بعض العباد يقفون بين يدي الله عز وجل ويكلمهم الله في شأن أعمالهم وبكيفية لا يعلمها إلا هو جل وعلا بكلامه القديم فيسمعونه. طيب هيبقى بأنهي لغة؟ لا نشغل أنفسنا بهذه المسائل، نحن نقف عند حدود النص. طيب ليه الحساب إذا كان كل شيء مكتوب وفي صحف والصحف مكتوب فيها كل حاجة والله من وراء ذلك محيط بالأعمال؟ الحساب لا للعلم بعد الجهل ولا للتذكر بعد النسيان، وإنما هو لإظهار التفاوت في مراتب الكمالات بين الناس، ولبيان فضل المتقين تتميما لمسرتهم، وللإفصاح عن فضائح الكافرين. هذا الحساب كأصل يندرج تحته فروع. الفرع الأول السيئة والحسنة، السيئة والحسنة هما عملة يوم القيامة، لا في لا درهم ولا دينار، في سيئة وفي حسنة. الحسنة سميت بذلك لأن صاحبها يمدح عليها أو على فعلها، ومن خواص أمة الإسلام أن الحسنة فيها بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، ويعفو الله عن كثير. فالحسنات تذهبن السيئات، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهكذا. لكن الحسنة التي تتضاعف لابد أن تكون فيها، تتوفر فيها شروط. الأول أن تكون أصلية. إيه أن تكون أصلية؟ يعني ما تكونش مضاعفة، تكون حسنة العمل فيها أولا ثم بعد ذلك تتضاعف، لكن لا آتي إلى الذي ضعف وأضعفه. أن تكون أصلية وأن تكون مقبولة، فمن المرء من يفعل الخير لا لله ولكن للمراءة مثلا، فعمله مردود عليه، فهذه الحسنة أصلا مش مقبولة، فكيف يتم تضاعفها؟ يبقى أن تكون مقبولة وأن تكون أصلية
وأن تكون معمولة للعبد أو عملها له غيره. أما إذا لم يكن قد عملها فكيف يجازى بها فضلا عن أن تضاعف له؟ السيئة سميت سيئة لأن صاحبها يذم عليها ويعاب، والسيئة بمثلها. الفرع الثاني كذلك من الأمور ذات الصلة الوثيقة بالحساب الصحف. الله عز وجل يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصحف دي فين؟ من العلماء من قال: الصحف موجودة في خزانة تحت العرش، يأتي ريح فينقلها من الخزانة فتعرف كل صحيبة عنق صاحبها فتتعلق به، ثم يأتي الملك فيأخذ الصحيفة ويحاسبه على ما جاء فيها. الفرع الثالث وهو الآكد والمهم عندنا الآن والذي نقف عنده بعض الشيء هو الميزان. الميزان فرع عن الحساب. الميزان توزن فيه الأعمال، والميزان إظهار لعدل الله تعالى، والميزان لكي يوقف الله العبد على فعله، بل يحكم على نفسه من خلال عمله. الميزان هو التقدير، تقدير أعمال العباد. هل الميزان ميزان حقيقي يعني آلة لها كفتين وعمود؟ قالوا نعم. وهناك من قال: الميزان كناية عن عدل الرحمن. لكن رأي أهل السنة أنه ميزان حقيقي بلسان وكفتين، فيوضع العمل في كفة، توضع الصحف في كفة، فترجح حسناته على سيئاته أو سيئاته على حسناته. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآية هل المقصود بها أنه ميزان واحد ولكن قال كلمة موازين للمبالغة، ولا لكل واحد ميزان؟ هناك آراء عند العلماء موجودة ومسطورة في كتب التفسير فارجعوا إليها. يقول مرة أخرى: فمن ثقلت موازينه، ولم يقل فمن ثقل ميزانه، ولكن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب الميزان يبقى على صورته الحقيقية في الدنيا، يعني الخفيف يرتفع، الكفة الخفيفة ترتفع والثقيلة تنخفض، أو العكس؟ هناك من قال بهذا وهناك من قال بذاك من العلماء. من الذي يوزن عمله؟ الذي يعطى الكتاب استعدادا للحساب. أما من تم الإعفاء عنهم فلم يحاسبوا فلا ميزان لهم، فلا يعطى صحفا ولا توزن لهم أعمال. وهؤلاء هم الأنبياء الملائكة من يدخل الجنة بغير حساب. إذن الملائكة والأنبياء ومن يدخل الجنة بغير حساب،
هؤلاء لا توزن أعمالهم. لماذا؟ لأنهم لا يستلمون صحفهم أصلا، دخلوا الجنة من غير الموقف، أن يقفوا في الموقف العظيم من غير أن يحاسبوا، لأنه من نوقش الحساب فقد عُذِّب. والله عز وجل يمن على أنبيائه وملائكته ومن يدخل الجنة بغير حساب، فلا يناقش الحساب ولا توزن أعماله. قلت العلماء لهم إجابة على مسألة أهو ميزان واحد أو موازين متعددة، اختلف العلماء فيها. المشهور أنه ميزان واحد، المشهور أنه ميزان واحد، وهناك رأي مرجوح يقول هو موازين كثيرة. الموزون ما هو؟ إذا تحدثنا عن الميزان أهو، ما الموزون؟ هل الموزون الأعمال التي عملها الإنسان، الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، ولا ثواب الأعمال عليها هي التي توضع في الكفة، ولا العامل نفسه هو اللي يتحط في الكفة؟ آراء العلماء فيها. فهناك من قال الوزن يكون للأعمال، وهناك من قال الوزن يكون للثواب وللعقاب، للحسنة والسيئة، بدليل حديث البطاقة أن رجلا ترجحت سيئاته على حسناته، فقيل أليس معه شيء؟ فقالوا معه بطاقة، ورقة يعني، مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو مكتوب فيها باسمك اللهم، أو ما شاكل ذلك. فوضعوا هذه الورقة أو هذه البطاقة، فطاشت صحف السيئات وثقلت صحف الحسنات. الحكمة من الوزن لتكون علامة على أهل السعادة أنهم دخلوا الجنة بإظهار المحاسن والتقى، أو لكي يعرف العباد ما لهم وما عليهم، أو إقامة الحج على العباد، وكلها بمعنى واحد. الذي خالف أهل السنة في هذه المسألة المعتزلة والخوارج، قالوا ما فيش ميزان حقيقي. الآيات التي تتحدث عن الوزن والميزان والموازين كلها كناية عن العدل، يعني ما فيش حد هيظلم يوم القيامة، لكن ما فيش ميزان حقيقي. طيب، الآن قد فرغنا من الميزان، وأهل الحسنات ينتظرون الجزاء، وأهل السيئات ينتظرون العقاب. ترى في أي المكانين أو في أي الأمكنة يكون الثواب والعقاب ويكون النعيم والعذاب؟ في الجنة أو النار؟ الجنة معناها البستان، واصطلاحا تطلق الجنة على دار الثواب التي أعدها الله للمؤمنين لتكون دار إقامة خالدة مؤبدة معدة للسعداء الذين فارقوا الدنيا على الإيمان. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، عطاء غير مجزوز، أي غير منقوص. هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ أهل السنة يقولون نعم، الجنة موجودة والنار موجودة الآن. استدلوا على ذلك
بالآتي: بقصة آدم وحواء اللذين أسكنهما الله في هذه الجنة. وهناك من يقول الجنة التي سكنها آدم وحواء كانت في الأرض. على أي حال، الذين رأوا أن الجنة التي سكنها آدم وحواء هي الجنة الخلد قالوا إنها دليل على وجود الجنة. والدليل على وجودها الآن قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشاهد في هذه الآية: أعدت، يعني تم إعدادها في الماضي وأصبحت الآن موجودة عين قائمة. حديث الإسراء والمعراج، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر ابن الخطاب. إجماع الأمة على ذلك قبل ظهور المخالفين، يعني الأمة أجمعت على أن الجنة والنار موجودتان الآن. وبناء على هذه النصوص التي تحدثت عن وجود الجنة، تدل دلالة ضمنية على وجود النار أيضا، لأنه لم يقل أحد بثبوت الجنة وعدم ثبوت النار. وكلام الجهمية الذين يرون أن الجنة، أن جهنم ستنتهي يوما ما، وأن كل من فيها إما سيخرج إلى الجنة، وإما أنه سيتحول إلى جماد، وإما أنه سيجد عزوبة في العذاب. أكتفي بهذا القدر، وأستودع الله دينكم وأعمالكم وخواتيم أعمالكم، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. فهذه المحاضرة هي آخر محاضرة ألقيتها على مسامعكم في مادة العقيدة. محدثكم السعيد بالحضور معكم الدكتور محمد عبد العاطي عباس، أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا بالدعاء بعد أن تستمعوا إلى هذه المحاضرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.